هذا البرنامج برعاية QNB. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من عين على قطر، والتي نستعرض من خلالها أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها الساحة القطرية خلال أسبوع، والتي جاءت حافلة أبرزها ما يجري في البورصة المحلية وهذه الارتفاعات القياسية. كذلك سوف يكون لنا وقفة مع واحدة من الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر، وكذلك أيضا تغطية خاصة لأعمال الجمعية العامة لشركة بنك قطر الأول، والتي تحولت من شركة أو مؤسسة مالية استثمارية إلى مؤسسة مالية تقدم جميع الخدمات المصرفية في دولة قطر. البداية وكما جرت العادة مع هذا الشريط الإخباري القصير. يتوقع أن تدرج مؤسسة مورغان ستانلي بورصة قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة الشهر الحالي، بعد أن أجرت الدوحة تحسينات على إمكانية دخول الشركات الأجنبية لسوقها وأنظمة التسليم مقابل الدفع. وقد تشهد هذه الخطوة تدفق استثمارات بقيمة تزيد عن 430 مليون دولار أمريكي إلى البورصة القطرية. احتل مطار الدوحة الدولي المرتبة 25 عالميا والثاني عربيا في تقرير صادر عن مركز باسفيك آسيا للملاحة، وذلك من حيث عدد المسافرين الدوليين الذين يستخدمون المطار، والذين زاد عددهم عن 21 مليون مسافر العام الماضي. منحت شركة سكك الحديد القطرية الريل عقودا بقيمة 20 مليار ريال قطري لإنشاء خط مترو الدوحة البالغ طوله 216 كيلومترا، من بينها عقود بقيمة 8 مليارات ريال قطري إلى كونسورتيوم مكون من QDVC وشركة GS Engineering and Construction الكورية الجنوبية وشركة الدرويش للهندسة في قطر، وعقد آخر بقيمة 8 مليارات ريال قطري لبناء أجزاء من مشروع المترو إلى كونسورتيوم يتألف من شركة بور الأسترالية ومجموعة بن لادن السعودية وشركة HBK القطرية للمقاولات. يبحث جهاز قطر للاستثمار فرصة الاستحواذ على سلسلة المتاجر الأمريكية الفاخرة نيمان ماركوس ومقرها دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن صندوق الثروة السيادي لدولة قطر قد يقدم 6 مليارات دولار لإتمام هذه الصفقة. سجل الفائض التجاري القطري نموا بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وحقق ميزان السلع فائضا مقداره 107 مليارات ريال بزيادة قدرها 8 مليارات ريال قطري، وشهد إجمالي الصادرات نموا قدره 7.2% مقارنة بالربع المماثل من العام 2012، لتصل قيمتها إلى نحو 130 مليار ريال في نهاية الربع الأول. الجمعية العمومية لبنك قطر الأول تصادق على البيانات المالية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي 2012، كذلك تصادق الجمعية على توصية مجلس الإدارة والقاضية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% بواقع 70 درهما عن كل سهم مملوك بتاريخ انعقاد الجمعية. التقيت رئيس مجلس إدارة الشركة أو البنك عبد الله بن فهد غراب المري، تحدث عن عمل البنك خلال هذه الفترة وتحوله من بنك استثماري إلى بنك يقدم جميع الخدمات المصرفية في دولة قطر، تحدث عن قضية إدراج البنك المرتقبة خلال وقت قصير، تحدث عن هذا الشهر شهر يونيو حزيران، إضافة عن إلى توسعات البنك في قطر وكذلك أيضا توسعاته في الخارج. طبعا السنتين الأولية اللي كان نمو أقل لأنه أنت كنت حديث عهد بالأزمة العالمية، وفي نفس الوقت كانت سنوات التأسيس الأولى للبنك 2009 و2010، ولكن بعد سنوات التأسيس الأولى أول سنتين ثلاثة، احنا الآن في السنة الرابعة الجمعية العمومية الرابعة وفي داخلين في السنة الخامسة، فالكيرف أو السهم التصاعدي لأداء البنك صار يتحسن أكثر وأكثر، ولكن في نفس الوقت ما تريد تكون في وضع أنه كامل الأرباح يتم توزيعها بشكل سنوي بدون ما أنك تقوي الوضع المالي للبنك الداخلي، ولكن احنا سعداء الحمد لله بالإنجاز، في عندنا فرص كبيرة للنمو، منها يعني وليس أقلها اللي هو فتح الفئة الخامسة اللي هي تمكن البنك من تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة، وتم تحديد الفرع وتم تحديد استاف الموظفين اللي بيكون ماسكين هذه الخدمة، ومتفائلين خير صراحة. طيب الآن لم تعودوا بنك استثماري؟
فقط. هذا نعم هذا صحيح في بالاسم القديم. الآن أنتم بنك يقدم جميع هذه الخدمات، ولكن فهمت أنه لن تكون خدمات ريتيل تقليدية. صح. قد تكون هي برايفت بانكينج أو هي أكبر من برايفت بانكينج. أرجع وأقول أنه أنت دائما ما شاء الله عليك الذاكر صح، يعني قبل أسئلتك هو الكلام صحيح. إحنا أخذنا الفئة الخامسة اللي يعني تمكن البنك من أن يكون بنك متكامل يقدم خدمات مصرفية متكاملة، ولكن كون إحنا بدينا كبنك استثماري يعطينا ميزة أنه لما نفتح بنك كوميرشل بنك تجاري أنه يعني نقدم توليفة من المنتجات اللي نقدمها لعملائنا من أصحاب الملاءة المالية العالية. إحنا كبنك تابعين لمركز قطر المال عندنا ضوابط معينة في تعاملنا. إحنا بداية عملنا راح يكون يعني إلى حد كبير هو مثل ما تقول تقديم بريمير سيرفيس، يعني خدمات يعني ما أبغى أقول خدمات نخبوية، ولكن خدمات لشريحة معينة هي مثل ما تقول الشريحة الوسطى والأعلى منها. في سنوات قادمة قد يكون عندنا قدرة لتقديم الخدمات أو رغبة لتقديم الخدمات الأخرى للفئات اللي هي أقل دخلا. لكن مثل ما أنك عارف البنك البنوك القطرية اللي موجودة في السوق صار لها سنوات طويلة وعندها قدرة تنافسية كبيرة، وإحنا كبنك قطر الأول لا نريد أن نكون رقم إضافي ضمن مجموعة البنوك الأخرى، ولكن يجب أن ندخل السوق بخدمة متميزة، وهذا ما إحنا نعمل عليه، أن نقدم خدمات متميزة للجميع ولكن يغلب عليها صفة البرايفت بانكينج الخدمات المصرفية الخاصة. كل عملائنا هم عملاء خدمات مصرفية خاصة. طيب إلى حين تقديم هذه الخدمات الآن في طور الترتيب لها، سوف يبقى عملكم هو استثماري خلال هذه الفترة، ما هو الرقم المرصود للاستثمار ربما حتى نهاية هذا العام؟ والله شوف احنا قبل حوالي اسبوعين او ثلاثة اسابيع تم زيادة رأس المال من خلال يعني استقطاب مستثمر استراتيجي للبنك ب10%، وهناك 10% اخرى نرغب في تسكيرها. هذه اذا نرجع للوراء فالبنك عندما تم تأسيسه في 2008 تعرف تم تأسيس البنك في شهر 8 و9، فعلى دخول الأزمة العالمية احنا بدأنا البنك برأس مال ذاك الوقت 80% من المصرح به، بقيت 20 ورغبنا نحن نسوقها عندما يكون البنك مثل وضعه الآن رابح ويوزع الأرباح بشكل مستمر وبشكل سنوي. هذه السيولة اللي توفرت بالإضافة إلى حصولنا وسيتم الإعلان قريبا عنها على توقيع اتفاقيات مع بنوك محلية لأخذ سقوف بمئات الملايين لتمويل عمليات الاستثمار الجديدة. هذه سيعلن عنها، أتمنى أن يكون عندنا قدرة أن نعلن عنها خلال أسبوعين الجاية قبل إجازة الصيف. سيتم الإعلان في حينها عن خططنا لباقي السنة ولكن للسنوات الثلاث القادمة، لأنها تحمل يعني أرقام أكبر من السابق. البنك صار في وضع مالي أقوى، تعدى مرحلة التأسيس والآن أصبح في مرحلة النمو الأكبر، فإحنا متفائلين صراحة. أعود بك إلى بيت القصيد، قضية الإدراج. منذ عامين وأنتم تتحدثون الإدراج والإدراج والإدراج، حتى الآن يبدو بأن الصورة غير واضحة. أعلم أنه في مفاوضات طويلة مع هيئة قطر الأسواق المالية، ولكن حتى الآن لا شيء في الأفق، هل هذا صحيح؟ لا في شيء في الأفق. إحنا صحيح أعلننا السنة الماضية أن البنك بدأ إجراءات إدراج البنك في بورصة قطر، وهذا هدف رئيسي ومسؤولية علينا كمجلس إدارة أمام الجمعية العمومية. بدأنا عملية استكمال الشروط والالتزامات المطلوبة من قبل هيئة قطر أوراق المالية قبل سنة أو 10 شهور، وقبل حوالي شهر تم استكمال واستيفاء كامل المتطلبات، وبلغنا برفع الملف إلى رئيس الهيئة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود، واللي هو حريص جدا على مصلحة المؤسسات اللي خاضعة لمركز قطر المال لواحدة منها، أو المؤسسات التابعة للمصرف المركزي بصفته محافظ، أو اللي لها رغبة أنها تدخل السوق لأنه هو رئيس هيئة الأوراق المالية. فأحنا متأكدين من حرصه والملف موجود عند سعادته، وإحنا في تواصل معه على أساس تحديد التاريخ القريب واللي نأمل أنه يكون خلال أيام أو أسابيع قريبة جدا. ولكن إحنا من طرفنا كبنك تم استيفاء واستكمال كافة المتطلبات وتم إبلاغنا بذلك. يعني بال2013 في إدراج في بورصة قطر؟ بإذن الله. فإحنا كنا نطمع شهر 6 هو من النصف الأول صح؟ صحيح. فنطمع أن يكون النصف الأول من 2016. يعني خلال شهر؟ أتمنى ذلك ونعمل.
جاهدين وبكل ما أتينا من جهد أن يكون في شهر 6 بإذن الله. تنقلت الأسبوع الماضي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية وكذلك الدولية خبر مفاده بأنه قطر قد تفكر بفك ارتباط عملتها المحلية ريال قطر بالدولار الأمريكي، طبعا نقلا عن محافظ مصرف قطر المركزي. ولكن في الحقيقة يعني وفي مضمون ومتن الخبر قطر لا تفكر في هذا الأمر، ربما لا على المدى المنظور ولا على المدى المتوسط. هي مرتبطة عملتها بأقوى اقتصاد في العالم منذ العام 1975، وتم تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي منذ ذلك التاريخ عند 3.64 ريالات. طبعا هذا الأمر يعني قادني للحديث وإعداد تقرير حول العملة في قطر، كيف بدأت، كيف نشأت من أيام الروبية الهندية، وكيف تطورت أيام مجلس النقد القطري، وكذلك كيف أصبحت الآن. وقفة مع هذا التقرير. حتى العام 66 من القرن الماضي كانت الروبية الهندية هي العملة المتداولة في قطر، قبل أن تقدم الهند في ذلك التاريخ على خفض سعر صرف الروبية بنسبة 35%، ما دفع قطر وجارتها إمارة دبي أنذاك إلى إنشاء مجلس نقد قطر ودبي الذي صدر عنه ريال قطر ودبي معادلا في قيمته ذهبا سعر روبية الخليج قبل خفض سعر صرفها. ومع إلغاء مجلس نقد قطر ودبي بعيد انضمام إمارة دبي إلى اتحاد الإمارات العربية، جرى سحب ريال قطر ودبي من التداول واستبداله بالريال القطري بغطاء ذهبي يمثل نقد قطر ودبي بإشراف مؤسسة النقد القطري، والتي تأسست في العام 73 من القرن الماضي وأنيط بها دور السلطة النقدية في الدولة. في العام 1975 تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار الأمريكي وفقا لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب التي يقررها صندوق النقد الدولي. واعتبارا من العام 1973 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، وقامت بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عدة. وما بين العامين 76 و 1980 رفعت مؤسسة النقد القطري سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار، بما مجموعه 8.5% لتعويض تدهور سعر صرف الدولار في الفترة نفسها، بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة. ومع عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع مقابل العملات الأخرى في العام 1980، أبقت مؤسسة النقد القطري على سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريالات لكل دولار، وهو السعر الذي تم تثبيته بعيد تأسيس مصرف قطر المركزي في العام 1993. مؤتمر حول حماية الأسرة من الفقر استضافت أعماله العاصمة القطرية الدوحة خلال هذا الأسبوع، حيث أكد المشاركون في نهاية أعمال هذا المؤتمر على ضرورة وضع الأسرة العربية في صلب العملية التنموية عبر اعتماد سياسات تستهدف كل مكوناتها، محذرين في الآن ذاته من تأثيرات الحالة الاقتصادية على تماسك الأسرة والاستقرار الاجتماعي. المدير التنفيذي للمعهد الدولي للأسرة السيدة نور المالكي الجهني تحدثت لسي ام بي سي عربية عن أعمال هذا المؤتمر، الأهداف التي أقيم من أجلها وما الذي خرج به. الأسر العربية ترسح تحت الكثير من التحديات وتعاني نتيجة للأزمات الاقتصادية وغيرها. أعتقد اجتماعنا اليوم يسلط الضوء على ضرورة وجود سياسات مختلفة للتعامل مع فقر الأسرة، وليس سياسات فقط، احنا بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية قياس فقر الأسرة. واجتماعنا اليوم يمكن الجلسة الأولى اللي كنا نناقش فيها فقر الأسرة العربية، طرحت أكثر من معالجة جديدة للنظر إلى فقر الأسرة العربية والنظر كيفية قياس فقر الأسرة، بحيث أن احنا نصل إلى التفاوتات والتباينات بين الأسر التي تغفلها القياسات التقليدية لفقر الأسر. أعزائي المشاهدين، ما زال في جعبة عين على قطر الكثير. في القسم الثاني من هذه الحلقة سوف يكون لنا وقفة تفصيلية مع ما يجري هنا في بورصة قطر وهذه الارتفاعات القياسية التي يشهدها مؤشرها العام وحجم السيولة الكبير الذي بدأت تغزو السوق المحلي، إضافة إلى وقفة تفصيلية مع
الشركة الطبية أو ما تعرف بالشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية. لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا.